هلا والله حبايب قلبي، يعطيكم العافية. إن شاء الله ظلوا بخير وسلامة. طبعا اليوم أنا في جولة فيه من غزة، كنت طشطش ولقيت صيادين عم ينصبوا شباك ويطلعوا من البحر، فحبيت أصور لكم الشبك والصيد اللي صيدينه، فخليكم معانا لنشوف إيش صيدين. عشان هيك لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب. يلا هينا وصلنا الصيادين، بسم الله نصور. طبعا يا جماعة وصلنا الصيادين، هاي ما شاء الله صيادين سمك العصافير، هاي مسلكوا فيه، شايفين ما شاء الله كديش. طبعا هذا يا جماعة الخير صيد اليوم، وشي طازة ما شاء الله، شايفين قديش. وانا الحين بسلكوا كل السمك وببيعوه نظام بوكس يعني جملة، ما شاء الله. خليها تحريب يا عم، تحريب بس. طلعوا قديش هيات البوكس، ما شاء الله هيات جايبين بوكس كتير. انا استنى وقفت لقيت بدك واحد يجي عفاه تزاحمي عشان احنا شبت غسلت داي ساقي هذا. طبعا يا جماعه ما يقارب الساعه هم بيسلكوا بالسمك هذا، لانه ما شاء الله صايدين كثير وربنا يرزقهم. فأنا ما راح أطول عليكم، خليهم يسلكوا، لما يجوا نخلص راح أصور لكم إياه. شايفين ما شاء الله، طلعت بس بس بتستنى سمك. معقول تاكل سمك البسة؟ والله شكله هذا بس انقنف شبعان. لا والله هاي اكلت اخذتها وراح. صح صح. اسمع هذا الو واحد يحارب واحد يتوك. اعصار لدينا لا خوف علينا، اعصار في المينا يا جماعة، شايفين كيف؟ بوكسة وحطوها هنا على اللانش، وهي كمان ما شاء الله بوكسة. طلع يا جماعة الخير البس اخذ كمان سمك وهي اكلها. بس هي باكل فيه بس
كل سمك صحة وعافية وخلصتها شكله. طبعا هذا يا جماعة الخير بعد ما يلم السمك بيغسله بنظفه عشان ينزله على السوق، شايفين كيف؟ هيات بداية بوكس جديدة. وهي كمان هان واحد. عمار عم علاء توفى. شايفين هذا كمان أربع بوكس تقريبا لحد الآن. أنا يا جماعة البوكس السادس ما شاء الله. بغسل فيها وبصفتهم على اللانش. أنا ما تصورش يعني. موسوسين. حلمة بشغلة واحدة. حسن جربوها ضار. عندهم هوس. بدك تتعامل معاه. البركة يا أبو محمد. طلع محلى الوجه. تعال فرجيك الوجه الحلو. السلام عليكم. أيوه هذا. أنو حوي أنو واحد. أيوه طلع محلى الوجه. يلا 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 بتقول السائلين المصوصين صدنا مرة انكسار تتذكر تتذكر من الزجاجات اللي باقي سيدي بالله حملوا انكسار هاي جبتوا الزلمة كيف بتصور شوفوا يا جماعة ما أحلى نوع هالسمك كلهم من عند الأسمر العبال النين عاشر هذه يا جماعة الخير طبعاً هذا سمكة أسد البحر منظرها رائع جميل جداً طبعاً في بعض من تشكيلات السمك في العصفور في السردينة في المليطة شايفين كيف العصفور وهي الصروص طبعاً يا جماعة الخير إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم وانبسطوا فيه لهيك تنسوش تشيروا القناة ويعني بصراحة أنا تعبت في الفيديو هذا ولو إنه شايفينه 8 دقايق هذا الفيديو تقريبا ساعة أو ساعة ونص وأنا بصور فيه عشان أن نفرجيكم إياه طبعا الصيادين أنا سبتهم وهم في نص الشغل فلهيك تنسوناش من اللايك والشير والسبسكرايب وتحياتنا للجميع والسلام عليكم حبايب قلبي وانتظرونا في فيديوهات جديدة ان شاء الله حتنال اعجابكم وتحياتنا للجميع